وللحديث عن حملة المساعدات الأخيرة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى لمخيم حسن شام الثالث شرق مدينة الموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بك معنا دكتور ناصر. حياكم الله سيدي الكريم، حياكم الله. حياكم الله دكتور ناصر. بداية لو تضعنا بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم حسن شام الثالث شرق مدينة الموصل. حقيقة الجهود مستنفرة مع حلول الصيف شديد الحرارة ومع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة التي تشهدها الأجواء العراقية، شددت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتنسيق والتعاون مع هيئة علماء المسلمين على أن تقدم جهودا إغاثية مضاعفة خلال هذه الأيام التي حقيقة تلقي بثقلها على أهلنا الناجحين في مخيمات النزوح. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها خلال الصيف الذي تشهده أجواء البلد. هذه الحملة تضمنت تقديم 500 منحة مالية للعائلات النازحة من الموصل ومن محافظات أخرى، وكذلك العائلات التي لجأت إلى هذه المخيمات نتيجة الإغلاق الأسري الذي شهدته المخيمات في محافظات مختلفة من العراق. ولذلك قدرت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين هذه الحاجة الملحة لتقديم جهود مضاعفة، جهود إغاثية إنسانية لأهلنا النازحين في مخيمات النزوح، وكذلك لأهلنا النازحين في مناطق النزوح في مختلف محافظات العراق. نعم دكتور ناصر، يعني من خلال مشاهداتكم كيف تقيمون أوضاع النازحين في هذا المخيم؟ حقيقة نحن تجولنا في كثير من المخيمات ولمسنا الحياة المأساوية التي تمر بأهلنا النازحين، يمرون بظروف مأساوية معيشية صعبة جدا. ضاعف من ما فيهم انقطاع الكهرباء، كثير من المولدات لا تعمل، كثير من المخيمات وكثير من قطاعات المخيمات داخل المخيمات حقيقة لا يتم تجهيزها بالكهرباء منذ 3 أشهر مع شدة حرارة الصيف، مع وجود خيمة قديمة انتهت صلاحيتها، وكذلك هذه الخيمة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، ولذلك هم يعني في انقطاع متواصل من الكهرباء. قلة الدعم الإغاثي من المنظمات الإغاثية ومن الجهات المسؤولة عن إغاثة النازحين، الآن هم يمرون بحياة أساوية كبيرة جدا. حقيقة سمعنا استغاثات الأطفال وسمعنا استغاثات من الأرامل وكذلك الأيتام وكذلك المرضى وكذلك جميع العائلات النازحة في هذه المخيمات، يمرون بمعيشة وحياة مأساوية. حقيقة هم خارج حدود الحياة وخارج نطاق الحياة، انعدام الماء الحار يشربونه مع شدة حرارة الصيف، عدم وجود الكهرباء، وكذلك انقطاع الماء، وكذلك قلة الدعم الإغاثي الذي ينبغي ان يقدم الى اهلنا النازحين في هذه الظروف. نعم. إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.